بما اننا جينا في حته البيت والمدام وكده، احكي لنا بقى قصه الحب اللي بينك وبين مراتك بدات ازاي؟ والله بص يعني انا والله انا مش متعود اتكلم عن البيت وكده، انا متجوز بقى 10 سنين. اه ايه ده، عدوا بسرعه. ده تقديم بقى، عدوا بسرعه. لا انا كنت حاضر هذه الحقبه. انا حاضر الحقبه. احنا قدام قوي يعني، انا من زمان، لنا سنين كتير. انا كنت حاضر بس 10 سنين ما شاء الله، ربنا يبارك. عندي عم 8 سنين ما شاء الله. يعني انا ايه اللي خلاك تتجوز بدري؟ ان انا لقيت الشخصيه دي اتجوز، فما ينفعش تتساب يعني، فاهم الفكره؟ ما ينفعش انك تسيب الشخصيه دي، مش هتتكرر تاني، تبقى مره. شفتي؟ والله بجد تبقى مره. انت تلاقي يعني حد زي كده بتبقى مره. انا لقيتها متاخر شويه، كنت عديت العشر سنين. الفكره مش في ان انت تلاقيها امتى، انك لما تنقي تنقي صح. صح، تنقي صح. وبعدين انا لما بقول كلمه تنقي، هي فعلا تنقي، لان انت وهي كمان بتنقيك عنها. اكيد في اوبشنز كتير لكل الناس، فانت بتاخد واحده وهي بتاخد واحد. انتوا اوريدي كده كده السعي في العلاقه دي ان انتوا تبداوا حياه جديده وهتكملوا مع بعض بقيه حياتكم. ايه اكتر حاجه كومن بينكم، يعني مشتركه بينكم، بتحس ان انت بتلاقي نفسك فيها لما اكتر حاجه كومن ما بيننا؟ يحيى، التقانا في يحيى، ان احنا بنقابل بعض في النقطه اللي هي يحيى دايما. طب تعال نروح لسوق كانتو. قول لي من الاول، ايه اللي حمسك انك تخش وتقرر انك تعمل عملين بعيد عن بعض في وقت؟ بس فكره عملين بعيد عن بعض ده كان بالنسبه لي انا حابب التجربه دي كتحدي، فكره ان انا اعمل حاجتين بره بعض، الناس تشوفني في حاجتين مختلفين تماما، فيعرفوا ان ده يعرف يعمل ده ويعرف يعمل ده وهيصدقوني هنا وهنا. فكره ان انا ايه اللي دخلني سوق الكانتو، يعني هعد معاك حاجات كتير قوي عشان سوق الكانتو. يعني مبدئيا ورق، انت معاكي هاني سرحان طبعا، اخراج معاكي حسين المنبداوي، التصوير معاكي استاذ اسلام عبد السميع، نتكلم في ايه تاني، شركه معاكي سانرش، وقراره لوحده يعني هو امين قراره. لا لا لا، امين قراره. تعالى بقى نتكلم في ده شق. ده انتاجيا، انتاجيا معانا مثلا يعني حد من الناس اللي انا بحبها، هو حتى انا بحبه على الصعيد الشخصي. انا بعد بقى ده من اشتغلنا مع بعض، مثلا اول حاجه كنا عملناها مع بعض كان بره الدنيا. كان مين؟ فتحي اسماعيل. فتحي ده قمر المنتج الفني طبعا، المنتج الفني. ده انا اساسا يعني، فانت معاكي منظومه انتاجيه، معاكي اخراج وتصوير، معاكي ورق، ثلاث حاجات، اول ثلاث نقط. طيب تمام ماشي، تعالي الناحيه الثانيه بقى، هنتكلم في الحته بتاعتنا، الشق بتاعنا، امير قراره، فتحي عبد الوهاب، مي عز الدين، بالزاوي، تامر، لو نتكلم شويه تامر نبيل، سراء جوبيل، شريف ادريس، احمد علي. انا ممكن ارسم لك اسامي شباب جامده جدا، كبار وفنانين كبار جامدين جدا، ميجا ستارز. ايه اللي يترفض؟ ما ينفعش. ازاي ما اخشش؟ ازاي ما ابقاش في وسط دول؟ كده كده هتستفيد، كده كده هتتعلمي حاجه. طبعا طبعا. انا كنت وما قدام امير قراره، للامانه الراجل ده اخ كبير، القرار ده انا يعني بشكره على كل حاجه علمها لي جوه المسلسل. بيعلمك تقفي فين، تعملي ايه، تقولي يعني. طبعا هو مش بيديك من الاكسبيرينس بتاعته، دي حاجه حلوه، دي ما بتحصلش. عشان يعمل ده انا كنت بلاحظ ان هو بينقي ناس، فبيعمل ده لما يشوف انت عندك انت ايه. يقول لي لا اقول لك ايه، انت عملت ايه، بيديكي احساس، بيديكي تعملي ايه. بيقول لك ساعات كان يقول مثلا جمل هي بتاعته هو يقولها، طب ما ايه رايكم انا هقول كذا وانت تقول الجمله دي بدالي، وانت بيوزع. راجل قرار عايز يشتغل، الروح اهو حابب العمل كله. انت تتعامل معاه لازم تحس ان اخوك كبير، هو اخوك الكبير، هو بيشتغل تيم بيفتح بوابه بجد فعلا، حابب العمل كله ينجح. لما حتى بيبقى حد عنده حاجه بره موضوع التمثيل انت بتروحي له.